الدكتور عاشور احمد عمري رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار اعرب عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بهدف تعليم جميع العاملين غير المتعلمين في فروع النادي المختلفه، واضاف ان البروتوكول يعتبر خطوه مهمه بل ومحوريه في اطار توجهات الدوله لتطبيق رؤيه مصر 2030 اللي بتستهدف تحقيق مسيره كبيره جدا للتنميه الشامله على كافه المستويات. لتفاصيل اكثر معانا هاتفيا المهندس وليد مبروك، وهو المهندس وليد مبروك متولي رئيس اللجنه العليا للجان النادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على نهوان. صباح الخير صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الفل على حضرتك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذا البروتوكول. والله احنا الحمد لله يعني بقى لنا فتره طويله شغالين على ده، والهيئه بصراحه تعاونت معانا جدا من خلال الدكتوره ماجده والاستاذ سيد مسعد، وكنا لينا طلبات كتير هم بصراحه حققوها لنا من غير ما يفكروا، لان هم قالوا النادي الاهلي والنادي الاهلي مؤسسه رائده لازم يتحقق لهم طلباتهم يعني على احسن وجه. جميل. وانا برضو عشان ادي كل حقه كل حد حقه، كان قبل كده في مجهودات على مستوى الافرع، يعني العميد احمد نحاس مدينه نصر كان طلع بالفكره دي وتواصل مع الاداره بتاعه مدينه نصر، بس احنا لما اتكلمنا مع الاداره والعميد محمد مرجان قالوا احنا عايزين حاجه يعني على مستوى النادي وتبقى مع الهيئه نفسها وتبقى حاجه على مستوى عام يعني، واللي تعمل لكل افرع النادي وتتعمل من خلال اللجان، لان احنا عندنا الفكره اللي هي الام ان احنا نعمل حاجه بشكل فيه تكافل شويه، ان يعني الهيئه هتدرب اعضاء النادي المتطوعين ان هم يبقوا مدرسين عشان يدرسوا للعمال ويمحوا اميتهم، وفي يعني في مكافآت بقى عينيه ومعنويه وفي وماديه كمان، يعني مش عايزين بس ندخل في تفاصيل دلوقتي، لكن طبعا امبارح البروتوكول اتعمل والكابتن محمود الخطيب سمع شرح وافي من الدكتور عاشور اللي كان سعيد جدا طبعا بالجلسه مع الكابتن، وكانوا يعني الموضوع كان في تفاهم كبير ان احنا نخلص الكلام ده في اسرع وقت في خلال سنه بالكثير. انا بس عايز من هنا انا يعني اناشد الاعضاء بقى ان احنا من النهارده بنستقبل في فروع العلاقات العامه الثلاثه في الثلاث فروع الاعضاء اللي هم راغبين ان هم يبقوا متطوعين عشان يدرسوا للعمال لمحو اميتهم، او احنا بنقول لاستكمال تعليمهم افضل من محو اميتهم يعني. فاحنا يا ريت نبتدي نستقبل الناس، وهناخد العدد اللي هيجي كله نسلمه للهيئه، الهيئه هتقابلهم وتفحصهم وتشوف من يصلح وتعمل لهم دوره تدريبيه في خلال اسبوع هيكونوا مؤهلين ان احنا نبتدي ان شاء الله نفتح الفصول ونشتغل على المشروع بتاعنا، ونوليكم بقى بالاحداث اللي بتحصل بعد أكيد كده. اكيد احنا نفسنا كمان هنتابع مع حضراتكم خطوه بخطوه طبعا اليات تنفيذ وتفعيل هذا البروتوكول، شيء محترم جدا جدا. اكيد الشكر موصول لكل القائمين عليه وكل المسؤولين عنه. صباح الفل على حضرتك وبنشكرك شكرا جزيلا.